أعلن أعزائي المشاهدين أرحب بكم أجمل ترحيب في حلقة جديدة من برنامج ليكن نور. صلاتي إلى الله أنك تتبارك من خلال فقرات هذه الحلقة. موضوعنا اليوم أنا هو نور العالم. موضوع النور ومغزى النور منشوفه في كل صفحات الكتاب المقدس من العهد القديم، من بداية سفر التكوين إلى آخر إصحاحات في سفر الرؤيا. ومنشوف هذا الموضوع أحبائي من بداية الأيام، كيف الله عاوز يشارك النور وعاوزنا إحنا نختبر النور وفعلا إن نكون في النور ونسلك كأولاد نور. قال يسوع أنا هو نور العالم. فماذا تظن في هذه العبارة؟ من يستطيع أن يقول أنا هو نور العالم؟ ولسيما الكتاب بيتكلم يقول الرب نوري وخلاصي. هل ينطق هذه المسيح بهذه العبارة مجرد كلمات بدون الفعل وراء هذه الكلمة؟ رح نشوف أحبائي إنه وراء أقوال المسيح في أفعال قوية جدا، مش مجرد كلمات اللي بتعبر عن جلال لاهوت المسيح وسلطانه المطلق من خلال هذه الأقوال اللي بتوضح لنا هوية يسوع المسيح. هذه الحلقات أحبائي منصورها في الأراضي المقدسة. أنا بدعوك إن نروح مع بعض للأراضي المقدسة ونسمع التعليم عن قول المسيح أنا هو نور العالم. وطبعا بعد لما بينتهي يعني حوالي بعد 25 دقيقة الأرقام والهواتف موجودة على الشاشة، رح نفتح الخطوط إذا في عندك أي مداخلة أي سؤال منحب أنه نتواصل مع بعض. ابقوا معي سأعود بعد ما نرجع من الأراضي المقدسة.